أشهدت غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية بمبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية على أن يتم بدء تنفيذ المبادرة اعتبارا من يوم السبت المقبل. أضافت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة سوف يعمل على تخفيف العبء على المواطن في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها غالبيه دول العالم، رغم ذلك نجحت الدوله المصريه في توفير كافه السلع الغذائيه سواء خلال فتره جائحه كورونا او خلال الازمه الروسيه الاوكرانيه. تعمل مبادره الحكومه على تخفيض اسعار سلع السكر، زيت الطعام، الفول، العدس، الالبان، الجبن الابيض والمكرونه، اضافه لتخفيضات تتراوح من 15 الى 25%. وتخفيض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15%